حضراتكم اعتقد اذكى مني بكتير وتقدروا تفسروه كل التفسيرات الحقيقيه. قلتها لدكتور اكرم الشعر. طب دكتور حسن البرنس بينضم لينا على التليفون. دكتور حسن اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. ماذا عن التهديدات التي تلقتها حضرتك؟ كانت عباره عن ايه تحديدا يا دكتور حسن؟ هو حضرتك جالي تهديد، ده جه النهارده الصبح على الفيسبوك. ايوه. من شخص بينتمي، هو مكتوب اسمه على الفيسبوك، اسمه احمد لبيد. ايوه. وحسب ما هو كاتب ان هو من اهل حلوان، وان هو يتبع جماعه اسفين يا ريس، وانه طبعا كتب التهديد انه نهايتك قربت يا دكتور، وطبعا مع كم من السباب والشتيمه الصعبه اللي الواحد يقولها طبعا، لكنها للاسف موجوده على الفيسبوك يا فندم. موجوده على الفيسبوك. وتقدمتوا بيه ببلاغ خلاص للنيابه؟ لا، بكره الصبح ان شاء الله سنتقدم. احنا الحقيقه بنفضل نتقدم من خلال المجلس، لانه احنا نفسنا حضرتك ان المؤسسيه تمشي في بلدنا بالكامل، ان كل مؤسسه تقوم بدورها. فاصلا مكتب المجلس وامانه المجلس احد وظائفها الحفاظ على امن اعضاء مجلس الشعب وعلى ما يهددهم. فالطبيعي ان انا كعضو مجلس الشعب ابلغ امانه المجلس في الصباح بهذا التهديد، وتاخذ هي الاجراءات القانونيه الروتينيه. ده شيء مهم جدا. طب عايز اقول لك يا دكتور حسن ان الرفاق في بلادي حائرون يتساءلون. نعم. مبارك امتى سيكون في مستشفى السجن؟ انا اتخيل انه الشعب المصري بينتظر انه مبارك يبقى في السجن من اول يوم اتقبض عليه. عشان كده بداوا طبعا كان امر يا فندم غير مبرر انه مبارك من اول يوم يتقبض عليه يروح فيلا، وبعد ما يروح فيلا يطلع منها يروح مستشفى 7 نجوم. واحنا في اول جلسه للبرلمان لو حضرتك تذكر، وقفنا كلنا كحزب حريه والعداله ومعانا كل الحقيقه الاحزاب، وقالت بوضوح هل مصابي الثوره واهالي الشهداء يسمح لهم بالعلاج في المركز الطبي العالمي؟ الاجابه لا. بينما اللي قتلهم واللي تسبب في بهدلتهم وبهدله البلد كلها قاعد مش في مستشفى 5 نجوم، ده قاعد في جناح اكتر منه جناح ملكي بيعالج. فده امر غير مقبول، ولا بد ان مبارك يعامل معامله السجين العادي، لانه اول علامه من علامات مصر اتصلحت ان تتحول مصر الى دوله سياده القانون. وسياده القانون يعني المعامله بالمثل لكل المواطنين في الخير وفي الشر. اللي عمل حاجه كويسه اهلا وسهلا، واللي عمل حاجه وحشه يعاقب بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه. اما ان يفضل البلد فيها خيار وفقوس حتى في السجون وحتى في العقوبه، ده يعني ان الثوره لسه ما وصلتش للحته دي. وانا بقول من خلال شاشتك الرائعه يا استاذ معتز، ربنا يخليك، انه ان احنا الثوره شالت راس النظام، وانه بواقي النظام موجوده في اماكن كثيره من مفاصل الدوله ومن مناصب الدوله التنفيذيه، وهو ده اللي معطل ان كل مواطن مصري يوصل له الخير اللي المفروض يوصل له بعد رفع الظلم. ولذلك في هذه الفتره سيقوم البرلمان بالضغط على حكومه الجنزوري التي تثبت في كل يوم فشل جديد. هنضغط عليها بالاسئله والاستجوابات والتحقيقات مع الوزراء حتى تنحاز هذه الحكومة إلى مطالب الثورة، ولا تنحاز إلى مطالب فلول حسني مبارك، وحتى نتمكن من إسقاطها في أقرب فرصة لينعم شعب مصر بالعدالة الاجتماعية، لأن بدون تحقيق العدالة الاجتماعية يبقى الثورة ما نجحتش. أنا بقول لحضرتك أنا مش مستغرب إن أنا والدكتور أكرم يجي لنا تهديدات، لانه اللي حرم الايد القاسمه اللي امتدت على شباب بريء رايح يتنزه ويتفسح في بورسعيد وتقتله عشان توقف مسيره الثوره، يبقى حاجه بسيطه جدا لما تلاقي بعض اعضاء من البرلمان بيقوموا بمهمه تقديم تقرير لاجبار الحكومه على نقل مبارك الى ترى، يبقى طبيعي جدا ان هم يهددوا الاعضاء دول، لان احنا بنواجه يا فندم بلطجه منظمه من عصابة قعدت 30 سنة فأصبحت لها أقدام راسخة هنقطعها قريب بإذن الله، بتقوم بالسرقة والنهب والتخريب في مصر لصالح جيوبها وبنوكها، ثم لصالح العدو الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية.
طيب دكتور حسن، خليني بنفس الصدق اللي حضرتك تتكلم بيه أقول لك تعليقا على جملة حضرتك لما قلت لازم نضغط على مجلس الوزراء لكي ينحاز إلى مطالب الثورة. خليني أقول لك إن في تقديرنا المتواضع ها إن الضغط يجب أن يكون على من أعلى من مجلس الوزراء لينحاز لمطالب الثورة، وأن هذا هو الضغط الحقيقي والذي ينتظره الشعب من المجلس الذي اختاره، وأن الضغط على مجلس الوزراء هو شيء لن يؤتي بثمار حقيقية لأن الأمر ليس في يد مجلس الوزراء. نعم، كلام حضرتك فيه وجاهة جميلة جدا. احنا حضرتك كمجلس شعب قدامنا مصالح الشعب المصري. أيوة. وقدامنا مظالم الشعب المصري شايفينها وعارفينها وعايشينها وبنتألم بيها ونعيش بيها. فإحنا حضرتك لن نتوانى ان كل انسان مسؤول في هذه الدولة ابتداء من المجلس العسكري لغاية اصغر مسؤول في هذه الدولة ان يتولى مسؤوليته، فان احسن قلنا له احسنت وان اساء قلنا له اساء بمنتهى الشفافية وبغير مواربة وبغير دبلوماسية، لان مصالح الشعب لن تقال بطريقة دبلوماسية وانما تقال بطريقة صريحة وواضحة. يجب على الجميع ابتداء من المجلس العسكري والجنزوري وجميع وزرائه ووكلاء وزرائه وجميع مفاصل الدولة التنفيذية أن تنحاز إلى مصلحة الشعب، وإلا فإن الشعب سوف يحاسب الجميع. بشكرك يا دكتور حسن وربنا يسلم خطاكم، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب والذي تلقى هو الآخر تهديدات كما تلقى دكتور أكرم الشاعر.